هذا غيكون ان شاء الله اخر فيديو على زبيلة شانيل. هضرنا على الحرق الدهون، هضرنا على الكولاجين اللي عنده بزاف ديال الاضرار، ودرنا فيديوهات كفايه. واي واحد بغى يشري كولاجين ولا حارق الدهون، هذيك مساله اللي كتبقى شخصيه، وانت هو صاحب القرار. ما جايش نهضر على الاضرار ديال الكولاجين ولا على حارق الدهون. اكيد ممكن اي واحد فيكم يدخل اليوتيوب ولا يدخل جوجل ويشوف شنو هما الاضرار ديالهم وشنو خاصو يدير قبل ما انه يستهلك اي حاجه. كاين بزاف لي برودوي كوزميتيك اللي جايبه لكم زبيلة شانيل انها كتبيعهم للمغاربه. غنجاوبكم على سؤال علاش هي دخلات للمغرب وعلاش باغا تستقر في المغرب. واهم حاجه في هذا الفيديو هو اننا ممكن اخيرا اننا نستافدو من زبيلة شانيل واحد الحاجه اللي هي مهمه، واحد الطريقه اللي كديرها باش انها كتجيب الفلوس وممكن تستافدو منها كاملين. وعلاش سميتها زبيلة شانيل؟ لان اي زبله كتجيبها للمغربيات ولا المتابعات ديالها وكتبيعها لهم. وسبحان الله كاين الله سبحانه وتعالى اللي كيسر ليه في البيع والشراء، وكيجعل في طريقه ناس اللي هما كيتيقوا، ناس اللي هما كيصدقوا وكيتمشي عليه. الله يسهل على اي واحد. وحنا الحمد لله والشكر لله ما كنحسدو حتى شي واحد، غير اللي مره اللي هضرنا على شي واحد فقط لانه الفايده ليكم نتوما ماشي ليا انايا. فممكن اننا نستافدو من زبيلة شانيل واحد الحاجه، واحد المقوله اللي هي مشهوره بزاف البنات والولاد، هو انه ان لم تنجح الخطه قم بتغيير الخطه. يعني المعنى بسيط ومعروف، يعني لما نجحش لك حاجه بدل واحد الحاجه اخرى. يعني زبيلة شانيل نهار عاقوا بها البنات، عاقوا بها المتابعات، وبان هي ديجا هضرات ليهم على انها دارت مثلا البوتوكس لوجهها ودارت الفيلر او دارت عمليه تجميل، من بعد ما بقاوش كيتيقوا فيها. شنو دارت زبيلة شانيل؟ قالت انا دابا عاقوا بها بالكولاجين، شنو ندير؟ نمشي نجيب ليهم حاجه اخرى. شنو دارت؟ ما بقاتش كتهضر على الكولاجين لانه اصلا ما تمشاش ليها وما عمره ما غيتمشى. فقط كتقول لكم دخلوا للسيت وانا شفت واحد الفيديو صغيور، فهي خبات حتى تعليق ما بقاتش كتبينهم لانه مجموع ليها واحد الهجوم اللي هو كبير. اشنو دارت من بعد ما نجحش ليها الكولاجين؟ اشنو دارت؟ بدات كتبيع برودويات اخرين، بدات كتبيع مكملات فيتامينات اللي حتى هما مضرين للصحه، لانه كاينين الناس الجسم ديالهم ما محتاجش لهذوك المكملات، ما محتاجش لهذوك الفيتامينات. يعني عنده الجسم ديالو كافي وعنده يعني الطاقه الاستيعابيه ديال الجسم ديالو ما محتاجاش لهذوك الفيتامينات. يعني ماشي اللي قلنا شي حاجه كنتيقوه وما جياش نهضر عليهم وما بقاش غنهضر عليهم نهائيا وبتاتا. نتوما ادرى يعني الو مكه ادرى بشعابه اللي بغى ياخذ شي حاجه، الله يسهل عليه وبارك علينا من هذا الغباء ولا الاستغباء. كنظن انه اي واحد غيستغلك، راه قلت لكم شحال من مره، الا اذا كنت نتايا مستعد انه الناس يستغلوك. فهي كتطبق هذه الخطه باش انها كدير الفلوس، كدير الفلوس يعني في نظركم نتوما كدير الفلوس، مع انه كنظن هذوك الديور وهذاك الشيء راه غالبا كلهم راه غير كريديات وغارقه كريديات. هذيك حياتها الخاصه الله يسهل عليها ويكمل عليها بالخير. المهم انها زبيلة واخا هي محتاله ولا نصابه في النظر ديالي وفي نظر بزاف ديال الناس وبزاف الناس اللي خارجه لهم على الصحه ديالهم، ولكن هي ذكيه جدا لانها كتخدم بهذه الخطه ديال هذه المقوله ديال ان لم تنجح الخطه قم بتغيير الخطه. ما كتبقاش جالسه بلاصتها، ما كتبقاش جالسه بلاصتها، وهذه القضيه هي اللي استفدت منها. وصراحه واحد الطريقه اللي هي زوينه في العلاقات الانسانيه، عندك بروجي ناس كتعرفهم ساكن في دار وما ناجحش فيها، كتعرف واحد عندك خدمه وما ناجحش فيها، عندك مثلا بحالي انا عندي قناه في اليوتيوب وغنبقى غير نهضر على الناس، راه هو غلط كبير بزاف. يعني خاصني نغير الخطه ونجيب حاجات جداد، ونجيب مثلا ما غنقولوش ماتيريال، غنجيب افكار جداد، لان هذه الخطه يعني انا ما عجبتنيش وما هياش ناجحه. يعني اني نبقى غير نهضر على الناس، ماشي كنهضر، مع اني انا ما كنهضرش على دوك الناس، هذوك الناس كنهضر على لي برودوي، كنهضر على شي نصب على احتيال، وهذوك الناس فقط كيمثلوا هذاك البرودوي. يعني هما اللي كيمثلوه، هما اللي قدموه لزبيلة شانيل على قد ما هي نصابه ومحتاله، ولكن عندها واحد الراس اللي هو كيفكر، عندها واحد التفكير ديال البيزنس. يعني ما نجحتش ليا هذه
ما غنبقاش واقفه فيها، غنمشي لحاجه اخرى وغنجربها. ما نجحاش لك هذه العلاقه مع هذا الانسان، بالنسبه للبنات اللي تيعرفوا شي واحد وباقي ممجوش معاهم ولا ممجوش بهم، ما نجح صافي غتشوفي واحد اخر. ما نجحاش لك هذه البيعه واش راه غدوزي لهذه، قريتي وما عرفتيش انك تنجح وكانت عندك واحد الطريقه غدوز طريقه اخرى، عندك قناه في اليوتيوب بحالي انا وما نجحاش لك هذه ودوزي لهذه. يعني خاصك ما تتفكرش في واش حرام ولا حلال، ولا مع اني ضد الحرام انا بتاتا، ما عنديش مع ديك المساله ديال انني نعيش من الحرام ولا، ولكن صافي ما نجحش لك اللي دوز الخطوه الجايه وما تبقاش واقف. وهذا هو المبدا اللي كتطبق الاخت زبيلة شانيل، هو ان تنجح الخطه قم بتغيير الخطه وما تبقاش واقف في البلاصه ديالك. وهذا الشيء هو فعلا اللي غنحاول انني نديرو، لاني كاينين حاجات اللي هما انا شخصيا في حياتي اليوميه في العلاقات الانسانيه بقيت جالسه في نفس البلاصه وما بوجيش ما طورتش راسي، يعني دورت عليا واحد الاطار وبقيت جالسه فيه. وهذا هو اكبر غلط ممكن اننا نديروه في اي مجال في اي حاجه كتخصنا، وبالاخص في المسائل ديال كنقول لكم العلاقات الانسانيه، يعني ماديا ومعنويا. ما نجحش لك هذه دوز هذه وما تبقاش واقف. وبالنسبه للمساله واحد الحاجه اللي بغيت نجاوب عليها هو انه مثلا علاش هاد نزيها شانيل جات من فرنسا؟ جات من فرنسا لانه السيده كتخلص ضرائب، وقد ما ربحات فلوس الا وغتخلص ضرائب اكثر، فماشي في المصلحه ديالها. وهاد القضيه عارفين الناس ديال الناس اللي عايشين هكا في الخارج عارفين بلي في اوروبا انه الضرائب هي اللي كتسالي مع بنادم، فهي دخلات للمغرب ماشي حبا في المغرب او انها تستثمر في المغرب ولا تدخل لنا العمله الصعبه، ولكن لانها هي في مصلحتها انها تبعد على الضرائب. ضرائب واحد الحاجه اللي كتهد بنادم عندنا في اوروبا، قد ما كان مداخيل الا وكانوا ضرائب، فالحل هو انها تمشي للمغرب لانه ما كاينش فرض ديال الضرائب للاسف، ما كاينش كونترول، ما كاينش حمايه، كاين حمايه المستهلك ولكن ما كتطبقش بزاف. هذا هو كان فيديو اليوم، نتمنى يعني واخا هضرنا فيها مع مري ما هضرش فيها بنيجاتيف، كنهضر على لي برودوي كوزميتيك ديالها، فعلاش لا، مع اننا ممكن اننا نستافدو من زبيلة شانيل. ان لم تنجح الخطه قم بتغيير الخطه. السلام عليكم، تهلاو في راسكم. هذا هو فيديو اليوم، نتمنى انكم تشوفوه حتى الاخر، وما تنساوش التعليقات ديالكم اللي كنقراها كامله، سواء نيجاتيف سواء بوزيتيف، مرحبا باي واحد وراي اي واحد اكيد كنحترمه. كامله وكاملين بخير، كتمتعوا باحسن ما في الدنيا، واهم حاجه في الدنيا هي الصحه والسلامه وراحه البال والفلوس اللي نقدروا اننا نعيشوا بهم وما نحتاجوا لتا شي واحد في هذه الدنيا. فيديو عليها لاننا عطيناها، ما نقولوش عطيناها قيمه، الموضوع او الحوايج اللي كتبيع يعني هما اللي عطيناهم قيمه لانهم مضرين. ومن تنهضروا على الحوايج اللي كتبيع كنهضروا على حارق الدهون، اكيد مضر 100% للصحه على المدى البعيد، يعني حتى الا خديتوه وحسيتوا انكم ضعفتوا فهو راه كيادي حوايج اخرين. وهضرنا على الكولاجين، والكولاجين عارفين الناس بزاف الاضرار ديالو انه كيسبب هكا مع المده حجر في الكلاوي، فهاد الهضره ما تنقولهاش انا انني طبيبه، كاينين الناس اللي بزاف جربوا بزاف وتاداو بزاف وعارفين باللي عنده اضرار، وتقدروا حتى نتوما الله يرضي عليكم ويمتعكم بالرضا ويمتعكم شويه بالتفكير وبالعقل، تقدروا حتى نتوما تدخلوا وتبحثوا على هذه المساله.